الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما قول العلماء في صحيح الإمام البخاري؟ الحمد لله رب العالمين، لقد اتفقت الأمة قديما وحديثا على أن صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، فأصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل هما صحيح الإمام البخاري ومسلم. هذا متفق عليه بين فئام هذه الأمة وفئاتها قبل خروج هؤلاء المشككين في الصحيحين والدافعين في نحورهما وأعجازهما، وأن الأحاديث المسندة المتصلة في هذين الصحيحين كلها من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول والاعتماد والتسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة. وقد صح أن مسلماً كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ما في هذه الكتب كلها أجود من صحيح الإمام البخاري. وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: أول من صنف في الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، انتهى كلامه. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وقال كثير من العلماء كالعلامة ولي الله الدهلوي والعلامة الألباني والعلامة أحمد شاكر وغيرهم كلاماً نحو ذلك مقرين لما عليه السلف الأوائل، فمن طعن في الصحيحين فإنها طعن ضمني في الإسلام، لأن جمهور أحاديث المسلمين التي تدور بينهم أغلبها أصلها في الصحيحين. وأحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها ما طعن أو ضعف، وإنما انتقد الإمام الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد من الإمام البخاري ومسلم، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف فيها أحد. فالواجب علينا أن نتقي الله في الصحيحين، وأن نقف في وجه كل من أراد التشكيك فيهما أو تهويل الأمر. وجميع ما ينطق به هؤلاء في التشكيك في الصحيحين من تتبع بعض الأحاديث التي يظنونها هم أنها معارضة لبعض آيات القرآن إنما أتوا من سوء فهمهم وخبث طويتهم وجهلهم وقلة علمهم وعدم رجوعهم للراسخين العارفين. وإلا فللعلماء أجوبة عما يشغب به هؤلاء الحمقى المغفلون على صحيحي الإمام البخاري ومسلم. فعلى الإنسان أن يعتمد في دينه أحاديث الصحيحين، وأن يرفع منزلة الصحيحين، وأن لا يقبل أي أطروحة فاجرة تتضمن تزهيد الأمة في الصحيحين أو إمكان فهم الإسلام وفهم القرآن من غير دلالة السنة والصحيحين على وجه الخصوص. فهؤلاء زنادقة إنما أرادوا هدم الدين، فلما لم يستطيعوا هدموا أصول الإسلام، ولكن لما لم يستطيعوا هدم القرآن سعوا إلى هدم السنة. ولما كان أعظم الكتب قبولا واعتمادا هي الصحيحان، أرادوا أن يزيحوها عن طريق قدحهم في الإسلام بالتشكيك والترويج لعدم صحتهما أو استغناء المسلمين عنهما. وكل هذه دعاوى باطلة وكيدية، يجب على العلماء
والأمراء أن يقفوا في وجهها وأن يمنعوا أصحابها وأن يوقفوهم عند حدهم وأن يعزروهم التعزير البليغ الذي يردعهم وأمثالهم عن الوقيعة في مثل هذه المسائل، والله أعلم.